السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا أعزائي تابع بالنسبة للدرس. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا جدول الزوايا الاعتيادية. ملي كنقول جدول الزوايا الاعتيادية يعني الزوايا المعتادة واللي غادي نعتادو زعما نخدمو بها، يعني غادي تكون اعتيادية كتعاود دائما وكتعاود بزاف ديال المرات. بون هادشي هذا تابع بالنسبة للحصة السابقة، يعني خاصك ترجع تعرف داكشي اللي كاين في الحصة السابقة، كنتي مراجعو مزيان داكشي اللي بغينا. اول حاجه قلنا ملي كندوز من اعدادي ثانوي ما كيبقاش عندي ما يسمى بالدوغري اولا الدرجه قياس الزوايا، كيولي عندي الراديان اللي شرحناه في الحصه الفايته. دونك نكملوا، عندي هنا اكس اللي كنا كنعرفوا، حنا غنعاودوهم باش يبان لنا اكس بالدوغري يعني بالدرجه، وعندي القياس اكس بالراديان يعني شنو هو الراديان، شنو غيقولي عندي في الراديان. تبع مزيان، اول زاويه غنتكلمو عليها كيما كنتو كديرو الجدول في الثالثة إعدادي هي صفر، جو إكسكيوز، يعني كيما كنا كنخدمو في الثالثة إعدادي غادي ناخد القياس ديال الزاوية صفر، من بعد من صفر كتكون عندي 30 درجة، من بعد من 30 درجة أنا خدام بالدوغري، وخا كتبت هنا الدرجة هنا الدوغري الدرجة، هنا القياس الثاني 45 درجة، من بعد 60 درجة، من هنا لهنا كنزيد 15، من هنا لهنا 15، من بعد منو غيكون عندي 90 درجة. شحال من زاوية اعتيادية عندي؟ خمس زوايا، اعتذر على هاد الخلايا اللي تزادت هنا، دونك عندي خمسة ديال الزوايا، صايبو مزيان. دونك ملي كنوصل لهاد ليطاب غادي نعمرو الجدول كيما كان في السنة الفايتة، وبغيت نشرح كيفاش غنخدمو به، لأن مباشرة من بعد هاد الفقرة هادي كاين ما يسمى بالمعادلات المثلثية، غنخدمو فيهم بالجدول. مايمكنش تخدم معادلة مثلثية وانت ما ضابطش جدول الزوايا الاعتيادية. جيد، دونك ملي غنجي صفر، الزاوية القياس ديال الزاوية اللي كاينة هنا هو صفر راديان، صفر دوغري صفر بالراديان، صفر راه منعدم. ملي غنجي لعند القياس 30 كما شفنا في الفيديو السابق هو بي مقسومة على 6، يعني 180 ناقص 6، بي قسمة 4، 180 قسمة على 4 غتعطيك 45، بي مقسومة على 6 أي 3، يعني 180 مقسومة على 3، 180 قسمة 3، وإلا كانت عندي 180 على شحال قسمة على 2، دونك أوتوماتيكمون بي القيمة اللي شفناها بحسب الفيديو السابق كتعادل القياس 180 درجة، 180 قسمة 2 90 درجة، 180 قسمة 3 60 درجة، 180 قسمة 4 45 درجة، 180 قسمة 6 30 درجة. كنجيب الخانة الأولى أو السطر الأول، عندنا سينوس إكس، ديما تنبداو سينوس ومن بعد كوسينوس إكس، الخانة الثالثة كيكون عندي طونجونت كنزاد جوج ساهل. دونك بالنسبة لي ما تعرفش كيفاش يعمر الخانات، ساهل. أول حاجة غادي دير شوف معايا الأعداد، كتب صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة، مهما تكتب هاد الأعداد هنا غادي تكتب لي الأعداد من صفر تربع، من بعد دخل عليهم جذر مربع، دخل جذر مربع، جذر مربع صفر، جذر مربع صفر يساوي صفر، ها هو، جذر مربع واحد يساوي واحد، ها هو هنا، جذر مربع اثنان يساوي جذر مربع اثنان، ماشي مربع كامل غيبقى، جذر مربع ثلاثة يساوي جذر مربع ثلاثة، ها جذر مربع ثلاثة، جذر مربع أربعة يساوي اثنان، دونك هذا غتكون عندي اثنان. لي طاب لي غتتبع هنا غنقسم هادشي على جوج، غنشد هاد الجذر المربع نقسمو على اثنان، نقسم هنا على اثنان قسمة اثنان قسمة اثنان قسمة اثنان واثنان قسمة اثنان، وغنبدا نعمر في الخانة، صفر قسمة اثنان شحال غتعطيني النتيجة؟ صفر، واحد قسمة اثنان، واحد على اثنان، جذر مربع اثنان قسمة اثنان هي جذر مربع اثنان على اثنان، جذر مربع ثلاثة على اثنان، جذر مربع ثلاثة على اثنان، اثنان قسمة اثنان واحد، أي عدد قسمة نفسه واحد. عمرنا دابا السطر الأول الخاص بالسينوس، جيت أمام زاوية حادة، نبدا بالعكس، واحد اللي كاين هنا غنكتبو هنا، هذا غيتكتب هنا، هنا غيبقى عندي جذر مربع جوج على جوج، ما يتبدلش، جي. واحد على اثنان غتجي هنا، وصفر غتجي، يعني تنبدا بالعكس، تنبدا نقول عكسيا، واحد، من بعد جذر مربع ثلاثة على اثنان، من بعد جذر مربع اثنان على اثنان، ثم واحد على اثنان
واخيرا الصيف. هذا ما يخص جدول الزوايا الاعتياديه. على الطريقه كيفاش يا سيتي علي في الفرق خاص يكون عندك جدول ديال الزوايا الاعتياديه في دماغك او كتبو في البرويون ديالك في الوثائق ديالك وخدم على راحتك. غتولي تخدم مزيان وغتحتاجو بزاف. ماشي غتحتاجو بزاف، راك محتاجو بزاف. دونك في الخدمه دابا شوف معايا مزيان كيما كنت كدير السنه فايته. سينوس صفر، انا خدام بالراديو طبعا. سينوس صفر، سينوس صفر يساوي صفر. سينوس بي على 6، سينوس بي على 6 هو 1 على 2. سينوس بي على 6 يساوي 1 على 2. سينوس بي على 6 يساوي 1 على 2. من بعد سينوس بي على 4 هو شطر مربع 2 على 2. سينوس خدام غير بالجدول، بي على 4 يساوي شطر مربع 2 قسمة 2. سينوس بي على 3 جذر مربع 3 على 2. سينوس بي على 3 يساوي جذر مربع 3 على 2. راه كاين بعض التلاميذ اللي كيضبطوا الجدول، كتولي غير تقول لي مثلا كتقول لي سينوس ديال بي على 3 كيكون جذر مربع 3 على 2. كتقول لي كوسينوس ديال بي على 6 كيكون جذر مربع 3 على 2. كوسينوس بي على 3 كيجاوب 1 على 2. يعني ان الطابلو تخلي الدماغ ديالو كيعرف يحطو بالزربه بلا ما يبقى يدير هاد ليزيتاب هادو، وكيبدا غالب صفر بي على 6 بي على 4 بي على 3 بي على 2، وكيعمر جدول راسو. صفر 1 على 2 جدر مربع 2 على 2 جدر مربع 3 على 2 1. ما كيحتاجش يبقى بهادش بالممارسه بالتمارين. الو بالتوفيق، الله ييسر ليكم. ميعادنا في الفيديو القادم ان شاء الله. مازال غنحط فيديوهات فيهم حتى التفصيل، دونك الفيديوهات الجايه فيهم المعادلات وفيهم بسط التعابير المثلثيه. شكرا على انتباهكم.